تبدأ اليوم فعاليات اللقاء العربي حول واقع وآفاق تطوير موانئ الصيد البحري في الوطن العربي الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية ويستمر 3 أيام. مع استمرار انحباس نزول الأمطار في فصل الشتاء، تصلي اليوم جمهورية تونس صلاة الاستسقاء في كامل ولاياتها، وسيؤم مفتي الجمهورية الحالي عثمان بطيخ الصلاة بالعاصمة في ساحة القصبة قرب مقر رئاسة الحكومة. بحثاً عن انتصار آخر يعزز من خلاله صدارته، يلتقي اليوم أتلتيكو مدريد مع مضيفه لاس بالماس المتواضع في إطار المرحلة 20 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.